بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور أسامة خوريس. إن شاء الله النهاردة بنكمل درس البامبس في الهيدروليك أند نيوماتيك سيستمز، واتكلمنا المرة اللي فاتت في المحاضرة عن الإكسترنال بامب، الجير بامب نوعها إكسترنال بامب وإنترنال بامب، وتعلمنا إزاي نحسب الفوليومتريك ديسبليسمنت أو اللي هو الديسشارج أو اللي هي الكاباسيتي بتاعت البامب. النهاردة إن شاء الله هنكمل على الدرس بتاعنا اللي هو الديسبليسمنت بامبس، وهناخد نوع غريب شوية اللي هو لوب بامب. اللوب بامب زي ما احنا شايفين كده هي مكونة من ترسين برضو، ولكن السنون بتاعتهم محدودة للغاية، يعني هي بتبقى يا إما سنتين زي ما احنا شايفين كده يا إما 3 سنون، وبيعتمد نقل المائع من خلالها على دخول المائع بين التو ممبرز دول، والكونتاكت ما بينهم هو اللي بيعزل المنطقة بتاعت الضغط المرتفع عن المنطقة بتاعت الضغط المنخفض. دي طبعا صورة لللوب بامب في الواقع. هذا النوع من المضخات بيستخدم في العجائن، بيستخدم في اللدائن زي البلاستيك مثلا اللي هو البلاستيك السايح، أو العجائن زي ما قلنا في المصانع اللي بتتعامل مع عجائن. الادفانتج بتاعت النوع ده الحقيقة بتكون انه الفوليومتريك ديسبليسمنت بتاعها عالي، اعلى من الجير بامب العادية، وده لانه زي ما احنا بنتكلم هي العجائن معناها يعني هاي فيسكوزيتي ميديم. هنا في معظم الانواع دي من البامب الحقيقة لابد يكون التو ممبرز اللي هما الجيرز بتاعت البامب بيكونوا درايفن اكسترنالي، يعني لازم يكون في موتور على كل عمود، وده لانها بتتعامل مع هاي فيسكوستي ميديم او ماتيريال. الكواليتي بتاعتها الحقيقه بتكون كويسه وكوايت، تشتغل كوايت يعني هادئه، ما تسمع لهاش صوت زي الجير بامب. الجير بامب بتحس بانه في حاجة احتكاك عالي، صوت احتكاك عالي. هنا لانه الجير عبارة عن 2 سنة او 3 سنة فقط، فمش هتسمع الصوت دوت. كذلك هتلاقي زي ما قلنا الهاي فوليومتريك ديسبليسمنت والبالسيشن اللي بيحصل في الفوليومتريك ديسبليسمنت بيكون نوعا ما عالي، لانه زي ما انت شايف كده هي 2 سنة، وبالتالي هتحس بانه في بالسيتنج للفوليوم، وماشي بالسيتنج يعني معنى الكلام ان هتلاقي انه المائع اللي خارج عبارة عن دفعات، دفعة وبعدين كأنه بتستنى جزء من الثانية ودفعة تانية وراها وهكذا، وده نتيجة لعجز قلة عدد السنون بتاعت الجير. نيجي لنوع تاني شبيه بالإنترنال جير بامب، بس هو مش إنترنال جير بامب، هنا ده اسمه جي روتور بامب. جي روتور يعني جاي من كلمة جينيريتور، هي كأنها جينيريتور و جير في نفس الوقت، ولذلك هو اسمه جي روتور بامب. والفرق ما بين الجي روتور وما بين الانترنال جير بامب لو تلاحظ كده هو عدم وجود الكريسنت اللي هو الهلال. هنا مفيش كريسنت، هنا على طول في ترس قائد اللي هو الداخلي ده الازرق، وترس خارجي اللي هو البنفسجي ده، وفي اكسنتريسيتي ما بين الاكس او السنتر بتاع الترس الداخلي والخارجي، والداخلي هو اللي بيبقى قائد فبيلف
ونتيجة لتعشيقه مع الترس التاني من الداخل هيبتدي يحركه، هو ده اللي هيبتدي يحركه. السنون اللي بعيدة عن التعشيق اللي هي السنتين دول اللي انت شايفهم دول، دول بيبقوا in contact مع الترس الخارجي بحيث انه يبتدي يحبس المائع وينقله اثناء الحركة للايه للاوتبوت. لو تلاحظ كده تلاقي انه كمان عدد السنون بتاع الترس الداخلي، بص هنا وبص هنا، دول مضختين غير بعض، هنا ده 4 هنا 6، عدد السنون بتاع الترس الداخلي بتكون أقل بسنة واحدة عن الترس الخارجي. ده غير الانترنال جير بامب، الانترنال جير بامب بيبقى في منطقة واسعة مفيش كونتاكت ما بين السنون وبعضها، هنا لابد عشان يكون في كونتاكت علشان يكون عدد السنون أقل من الخارجي بسنة واحدة زي ما قلنا، لابد إن يكون في كونتاكت ما بين السنون وبعضها أو السنون الداخلية وما بين البادي بتاع الترس الخارجي. دي صورة لمضاخة حقيقية فعلية، والإنر جير زي ما قلنا عدد السنون بتاعه أقل من الخارجي. التبس هنا بقى اللي هي الحتت القمم دي للترس الداخلي هي اللي قايمة بفكرة عزل المائع اللي هو ضغطه عالي عن الناحية اللي ضغطها منخفض. هنيجي بقى نتكلم عن نوع جديد من البامبس اللي هو السكرو بامب. السكرو بامب الحقيقة هي عبارة عن ترسين، كل واحد منهم بيكون على شكل فتيل يعني ألاووز، لكن الألاووز بتاعه ديب شوية زي ما انت شايف كده، الصورة هنا موضحة شكل الألاووز، والصورة دي كمان موضحة الألاووز لما يتعشق مع بعضه، في واحد بيبقى زي ما انت شايف كده ذكر والتاني نتاية متعشقين مع بعض، وفي البامب ده نوع منها، ترس قائد والترس التاني مقود يعني درايف ودريفن، وممكن يكون بامب من نفس النوع ده بس لكن الاتنين يبقوا درايف يعني الاتنين شغالين على موتورين، في موجود ده وفي موجود ده. النوع ده من البامبس بيدي الحقيقة ميزات عالية قوي، انه اولا بيدي هاي بريشر ريشيو يعني فرق ضغط عالي، لان كل سنة من دول بتعتبر كأنها بامب، مرحلة مرحلة تسلم لمرحلة تسلم لمرحلة، يعني دي تعتبر مرحلة لوحدها ودي مرحلة تانية ودي مرحلة تالتة، كل سنة الضغط بعدها اعلى من الضغط قبلها، فيبقى ده كأنك عمال تعمل تضاعف لقيمة البريشر اللي هينتج. دي حاجة. الحاجة التانية انه الفوليوم فلوريت بتاعها بيكون كونسيستنت. يعني ايه كونسيستنت؟ يعني مش خارج بالسيتنج، البالسيشن فيه ضعيف جدا، يعني هتحس انه كأنها كونتينيوس ستريم، ودي من الميزات بتاعت هذه البامب الحقيقة. عايز أقول ملاحظة إنه الورقة أو الشكل اللي هتلاقي عليه الشباك الأصفر ده ممكن يكون فيه معلومة مش موجودة في الكتاب، فحاول تدونها أو حاول إن أنت تاخد بالك منها. أنا طبعا هي ممكن تكون معلومة أنا قاصد أحطها للتوضيح فقط لأنه الصور دي مش موجودة عندك، فأنا قصدت أحطها تبقى توضح الأمور أكتر، وممكن يكون معلومة زيادة عن الكتاب أنا عايز أركز عليها وأقولها لك. طبعا هنا أنا بوريك بس الإيه الشكل بتاع البامب. نيجي زي ما قلت لك قبل كده إن هي نون بالسيتنج و كوايت افيشنتلي، يعني صوتها هادي جدا. النوع ده من البامب لانه فرق الضغط بيبقى عالي، طبعا اللي قدامك ده دي بامب
مكونة من 3 فتيل، 3 مع بعض. هي ممكن تكون ترسين، ممكن يكونوا 3، ممكن يكونوا أكتر كمان، لكن هي عادة في معظم الحالات ما بتزيدش عن 3. عايز أقول لك هنا إنه النوع ده من البامب لأنه بيطلع فرق ضغط عالي، فبيعاني هنا بقى ثراست فورس. الثراست فورس بتكون في اتجاه الاكس، يعني لو انت عندك ده الانلت اهو، وهنا الديس تشارج الضغط عالي جدا، والانلت الضغط منخفض، فبيكون في فورس من منطقة الضغط العالي لايه منطقة الضغط المنخفض، فبيكون في فورس بتتولد في هذا الاتجاه. هذه الفورس لابد ان انا الاشيها واعمل حسابها بوضع بيرنج في المنطقة دي، ثراست بيرنج، بحيث انه يمتص هذه القوة، والا هيحصل نحر في المنطقة دي، انه الترس هيبتدي يحتك بالكيسنج ويعمل تآكل. فلابد من اختيار نوع جيد من البيرنجز علشان يمتص هذه القوة، ويتعمل له صيانة كل فترة. الحل البديل ان هما كانوا فكروا في الدبل اكتنج او الدبل انلت فلو سكرو بامب. لو تلاحظ هنا هتلاقي ادي السهم ده وده بيمثل الانلت. طبعا البامب مكونة من 2 جيرز، اللي هو الجير ده والجير ده. الجير ده مقسوم جزئين، كل واحد منهم مقسوم جزئين، ادي جزء وادي الجزء التاني، والجير اللي تحت مقسوم جزئين، ادي جزء وادي الجزء التاني. الجيرز دي ده على عمود وده على عمود، هو نفس العمود، يعني ده على عمود واحد ونفس نفس العمود هنا هو نفس العمود هنا، ونفس العمود هنا هو نفس العمود هنا. الاتنين دول لما بيلفوا، العمودين لما بيلفوا، انا عندي هنا انلت، الانلت من فوق ومن تحت، ده وان انلت، ده كده وان انلت، وفي انلت تاني من الناحية التانية، ادي اهو واهو. يبقى انا عندي انلت من الجنبين، من الجنب ده انلت ومن الجنب ده انلت، يبقى انا هنا عندي دبل انلت بامب وديس تشارج واحد اللي هو اللي انت شايفه ده. يبقى انا عندي ديس تشارج خارج منين؟ من المنتصف. طب ميزة ايه البامب ديت؟ ميزتها ايه؟ ميزتها طبعا دي وان درايفن، اللي هو العمود واحد هو اللي ايه اللي راكب على الموتور. الميزة بتاعت المضخة ديت انه مش هيكون عندي اكسيال فورس. ليه؟ اللي هي ثراست فورس، لانه الانلت فورس اللي هتكون الناحية دي بيولاشيها انلت فورس من الناحية التانية. فانا هنا تقريبا غطيت العيب بتاع الثراست فورس اللي ممكن تتولد، وهيخرج المائع طبعا في المنتصف. هنبتدي نتكلم على نوع تاني من البامبس اللي هي الفان بامب. الفان بامب زي ما انت شايف كده هي عبارة عن بامب ليها انلت اللي هو ده، وده الاوتلت بتاعها، ليها كيسنج اللي هو الكيسنج الخارجي اللي انت شايفه ده، اللي هي اللي هو القاعدة ديت، الكيسنج ده مع كيسنج داخلي. يعني انت لو تلاحظ كده تلاقي اللي جوه ده اللي انا بشاور عليه ده كيسنج داخلي، هو منفصل عن الكيسنج الخارجي لاغراض تصميميه هقول لك عليها بعدين، لان احنا ده ممكن اظبط منه الاكسنتريسيتي بتاعه البامب. ايه هي الاكسنتريسيتي؟ لو تلاحظ كده بقيه تركيب البامب هو عباره عن الروتور اللي جوه ده اللي هو اللي انت شايفه اللي لونه ابيض ده، وفيه ريش، شايف الريش اللي هي العموديه على المماس هنا، الريش دي كلها دي اللي هي الفينز بتاعت او الفانز بتاعت البامب. الفانز دي بتلف مع الروتور، بتلف جوه ايه؟ جوه الكيسنج الداخلي اللي انا بكلمك عنه ده. والكيسنج الداخلي ده ثابت ما بيتحركش، ده جوه الكيسنج الخارجي، فالماء بيدخل من هنا ويملى المسافات اللي بين الريش اللي هي الفين
واللي هي المنطقة دي ويبتدي مع حركة الايه الروتور يتنقل للاوتلت. هقول لك ازاي دلوقتي. فهو طبعا من اللون للازرق لو تبص هنا دي رقم واحد، الصورة رقم واحد، المائع لسه داخل فبيخترق الكيسنج الداخلي ده عن طريق فتحة ويخش على الحتة اللي انت شايفها هنا دي، ده اللي هو الكليرانس اللي هيبتدي يملى هذا الكليرانس المسافات اللي بين الفينز، هيتحبس هنا في المسافات دي. وبعدين الروتور الداخلي بيلف فهيبتدي ياخد المائع اللي اتحبس ده وياه اهو، اللي هي المنطقة ديت اهو، ويبتدي يتحرك معاه. طيب هيروح فين تاني؟ هيكمل اللفة بتاعته اهو، يقوم يبتدي ايه يخرج من الناحية دي. طبعا الكيسنج الداخلي ده لما هوريهولك دلوقتي هتعرف هو شكله ايه بالظبط. فكرة عمل الفان بامب بسيطة خالص. لو بصينا على البامب ديت وهنعتبر ان هي تو فانز، بس اتنين فان، ادي واحدة اللي هي واحدة الناحية دي وواحدة الناحية دي. الفانز دي عبارة عن بليت معدني. الروتور الأزرق اللي انت شايفه ده هو جواه شق، يعني هو فيه شق الناحية دي وشق الناحية دي، بيسقط فيه البليت المعدني اللي هنا ده والبليت المعدني اللي هنا ده. البليتس دول الحقيقة بينهم سوستة، للصفرة دي اللي انت شايفها دي سوستة، فالسوستة دي بتحافظ على البليت اليمين والشمال ان هما دايما مضغوطين للخارج، يعني دايما مطرودين لبره. فلو حتى الروتور الداخلي ده، لو تلاحظ الروتور الداخلي السنتر بتاعه ما هواش نفس السنتر بتاع الكيسنج اللي بتكلم عنه، لا ده في اكسنتريسيتي ما بينهم، السنتر هنا غير السنتر هنا. وده فكرة عمل الفان بامب الحقيقة، لانه نتيجة لتغير المساحة اللي هنا ديت من قليلة لواسعة، هو ده اللي بيسبب لي الزيادة في الضغط اللي بنتكلم عنها. ولاحظ هنا انه الروتور اللي هو الداخلي ده عند نقطة معينة بيكون شبه كونتاكت مع الايه الكيسنج. ليه؟ النقطة دي هي نقطة بتفصل ما بين الانلت والاوتلت. النقطة دي لو هو سابها مفتوحة كده المائع هيخش من هنا ويخرج من هنا على طول، هيهرب. لكن هو محافظ هنا على كليرنس بالمايكرون، حاجة بسيطة جدا، يا دوبك مش محتاج غير لوبريكيشن. هذه المنطقة هي اللي بتعزل الانلت عن الاوتلت. فده لما يلف يبتدي يلف هيبتدي الريش دي تلف معاه، ونتيجة لوجود الزنبورك ده أو السوستة هي زقة الريش دي للخارج، فهيبتدي المائع يدخل هنا ويتحبس في المنطقة ديت. وأثناء الحركة وهي بتتحرك الانلت شغال فبيحبس معاه الايه المائع ويبتدي ينقله للناحية التانية. هي واخدة دورة بالظبط زي اللي انت شايفها هنا دي. دي رقم واحد. وبص هنا على الريشة دي والريشة ديت وبينهم السوستة، هنا الروتور بيلف في الاتجاه ده، فهنا الانلت وهنا الاوتلت. الاسود ده هو المائع اللي انا بتكلم عنه. فهنبتدي من الوضع ده، شوف النقطة الزرقاء دي هي محطوطة على الروتور علشان تبين لك موضع الايه اللف. فهي دلوقتي في الموضع ده، يعني يدوبك عند الفتحة موازية للفتحة بتاعت الانلت، والمائع دخل ملى المنطقة اللي ما بين الانلت وما بين الريشة دي، اللي هو ما بين الريشة ديت والريشة دي. يعني هيبتدي الروتور بيلف في الاتجاه ده. طيب اما يلف في الاتجاه ده النقطة دي هتوصل لغاية فين؟ او وصلت لغاية هنا، يعني يدوبك قفلت الايه الانلت. هنا هو طبعا الانلت هيفضل مستمر، لكن انا عايز اوري لك مرحلة من دخول المائع لغاية ما يخرج بس. فاحنا هنركز على الشويه اللي داخل. بص اتحبسوا فين؟ اتحبسوا في الايه في المساحه دي. طبعا هنا المساحه دي كبيره جدا، فهو لسه هيبتدي يكمل لف. طب لما يكمل لف هيحصل ايه؟
هتوصل التيب بتاعت او الطرف بتاع الريشه ديت للانلت الناحيه التانية. اهو بص، ادي الطرف ده وصل لهنا، اهو وصل لهنا في هنا، والزرقاء ديت لفت وجت هنا اهي. ايه اللي حصل في الوقت ده؟ اللي حصل انه شويه المائع اللي كانوا محبوسين هنا بداوا يخرجوا في الاوتلت. طب هو ليه ما راحش على الانلت التاني؟ عشان المنطقه ديت ضيقه جدا، يا دوبك بالمايكرون، فالاسهل له ان هو يتحرك في اتجاه الاقل مقاومه اللي هو اتجاه الاوتلت. طيب يبتدي يعمل ينهي الدوره بتاعته امتى؟ لما كل المائع اللي كان محبوس يروح فين؟ عند الاوتلت، اهو وصل لغايه هنا، وبعدين يبتدي يلف تاني علشان يعمل دوره جديده، وهكذا وهكذا. طبعا الفانز ديت او الفان بامب دي صوره حقيقيه لفان بامب، اهو زي ما حضرتك شايف الروتور اللي اهو اللي كنت بتكلم عنه، وادي المنطقه الضيقه اللي هي بتمثل. طبعا ده 4 فانز، ادي 1 2 3 4، وفي هنا سوسته بقى لكل ايه، لكل فان منهم هي اللي بتزقها للخارج. زي ما انت شايف هنا الفتحه بتاعت الدخول معزوله عن الفتحه بتاعت الخروج بالايه، بالكليرنس ده اللي هو بتاع اللي ما بين الروتر وما بين الكيسنج. لو بصيت هنا هتلاقي دي برضو فان 4 فان طم. واضح هنا انه الفان ديت فيها مشكلة لانه السوستة بتاعتها واقعة، هنا السوستة عاملة افكت وهنا عاملة افكت، وهنا يعني يدوب هنا مش شغالة خالص، واضح ان هو بيعمل لها صيانة. دي فان عبارة عن 6 فانز اهي، 1 2 3 4 5 6، والمكان اللي هو السلوتس دي اللي بيسقط فيها البليتس هي اللي فيها السوست. شايف البليت واضح قوي هنا اهو، كل ده البليت اللي احنا بنتكلم عنه، وده الروتر اهو تمام. ده الكيسنج اهو، الكيسنج اللي انا كنت بكلمك عنه اللي هو المنطقة الداخلية. بص المنطقة الخارجية فين، اللي هو اللون اللي هو المائع بيخش من هنا اهو، بيخش من هنا ويخرج من ناحية تانية، وده شكل تاني اهو. كيسنج هنا واضح قوي انه في كيسنج داخلي وفي كيسنج ايه خارجي، ده الخارجي وده الداخلي، ده كل الاتنين دول ثابتين. وتلاحظ ادي الانلت والاوتلت ورا اهو، الانلت ده مخترق البادي الخارجي ومخترق البادي الداخلي اللي هو الكيسنج الداخلي عشان يدخل المائع الناحية دي ويبتدي ايه الفان تطرده، يعني بعد ما تلف بتطرده. طيب طبعا انا زي ما قلت لك انه البامبنج بيحدث هنا نتيجة لهروب المائع بين الفانز اللي هي اللي متوضحة قدامك هنا دي، ونتيجة لوجود اكسنتريستي بين الروتور وما بين الكيسنج الداخلي. الكيسنج الداخلي ده احنا هنسميه مع بعض كام رينج سيرفيس، كام رينج سيرفيس. الرينج سيرفيس اللي هي الكيسنج الداخلي، الكام اللي هو بيقصد بيه العمود، لان العمود هنا بيلف كانه كامة، لان زي ما قلت لك في اكسنتريستي. بص هنا السنتر بتاع العمود فين، اللي هو سنتر الدوران بتاع الروتور، والسنتر بتاع الهاوسنج الداخلي اللي احنا بنسميه كام رينج. في فرق في الايه، في السنتر هنا عن السنتر هنا. الفرق ده احنا بنسميه اكسنتريستي. الاكسنتريستي دي هي العامل الحقيقي لحركة البليت او الفان اثناء الدوران، يعني الماء اللي هنا الكامة وهي بتتحرك او العمود وهو بيتحرك، السوستة زقة البليت ده لبره، فالبليت ده قدامه دلوقتي حتة واسعة فهيخرج لبره، لما يجي يلف هنا ويرجع الناحية دي المنطقة بقت ضيقة فهيخش للداخل، هيدخل هيتحرك للداخل. الحركة دلوقتي
اللي هو انه مطرود دايما لبره بفعل ايه؟ بفعل 3 حاجات: الاكسنتريسيتي بتاعه الروتور، اللايت سبرينج اللي انا حاطه هنا، السبرينج اللي هنا بيساعد طبعا مع السنترفوجال فورس اللي هو القوه الطارده المركزيه، والبريشر بتاع الفلويد، لانه الفلويد لما بيضغط هو بيحافظ على البليت ده ان بليس، ما يفضلش يتزحلق رايح جاي. هو طالما في ضغط عالي، طبعا الضغط العالي جاي منين؟ هنا ضغط منخفض وهنا ضغط ايه؟ الاوتلت اللي هو العالي. الفرق في الضغط ده بيعمل ايه؟ بيعمل على كل ريشة، يعني هنا هتلاقي المنطقة دي الضغط هنا اقل من هنا، وهنا اقل من هنا، وهنا اقل من هنا. لما يوصل المائع لهنا عاوز يرجع ويهرب تاني الناحية دي، بس مش هيلاقي سكة. الأسهل له إنه يمشي فين؟ في الاتجاه ده اللي هو المساحة الواسعة. أخلي بالي بقى هنا لما أنا أطلب منك إنك تشرح لي فكرة عمل الفان بامب، لازم تكتب لي ترسم رسمة زي دي كده بسيطة، وتكتب عليها البيانات اللي احنا عمالين نتكلم فيها ديت. هنا بيوصف لي بقى إن الأويل بيخش السبيس اللي هي بتوين التو فانز دول، وبتوين الروتور والكام رينج. يبقى انا عندي دلوقتي المائع اللي هيدخل في المنطقة اللي هي الاولانية دي، ما بين التو فانز دول وما بين الروتور والايه والكام رينج. بعد كده هيبتدي يتحرك، هيتحرك علشان الاويل كاريد اراوند رينج ان بامبنج تشامبر، يعني هو هيملى كل الايه التشامبرز اللي هنا، يبتدي يملى كل التشامبرز. فين التشامبرز؟ اللي هي التشامبر دي والتشامبر دي والتشامبر دي وهكذا. طيب هتعمل لي برضو، لازم توضح لي الشافت فين، الانلت والاوتلت فين، الفانز، وتشاور برضو على المكان بتاع السبرينج اللي هنا. ده اسمه كيسنج، بيتعمل من الكاستنج طبعا، يعني بيتصب. اللي قلت لك عليه طبعا الروتور، انا لازم هو ده الروتور اللي هنا، يعني كان المفروض ده كده اخره هنا، بس طبعا لانه هنا اللون اسود فمش باين، انا المفروض ان انا اوضحه لك اكتر كده شويه، انت بقى وضحه لي بقى. دي الكام رينج اللي انا قلت لك عليها، اللي هي الداخليه دي اللي انا وريتها لك في الصوره اللي فاتت. لما المائع بيوصل لهنا يبقى اسايد لود is exerted. يعني ليه سايد لود؟ لان زي ما قلت لك هنا انه الاوتلت ضغطه اعلى من الانلت، فلابد هيعمل ايه؟ يزق في الاتجاه ده، فده هيعمل لي مشاكل في برضو البيرنجز، لازم اعمل حسابي عليها. والمشاكل دي احنا يعني زي ما هشرح لك كمان شويه كده ليها حل، ليها حل. ومن حسن الحظ ان هي يعني جايه مع التصميم بتاع المضخه، بتتحكم في الفلوريت وبتتحكم في الثراست فورس او الاكسيال فورس. طبعا احنا عايزين نعرف دلوقتي انه في معلومه ما قلتهاش، انه الكام اللي جوه دي اللي هي الروتور هو دائري، والكام رينج دائرية. ممكن ان احنا نرفع الضغط باستخدام كام رينج بس ما تكونش دائرية المقطع، تكون اوفال. ممكن يبقى شكلها دائري المقطع وممكن يبقى اوفال. دي كانت معلومة لازم اقولها. طيب لما اكون عايز احسب الفوليومتريك ديسبليسمنت اللي بينتج من الفان بامب احسبه ازاي؟ انت لو افترضت ان قدامك البامب بالشكل ده، وده الروتور اهو اللي هو الرمادي الداخلي ده، ده الروتور، والكام هي الفريم الرمادي غامق بره ده. طبعا النتيجة الاكسنتريستي هنا الروتور هيبقى ملتصق بالكام رينج في هذه المنطقة. الاكسنتريستي دي بتساوي ايه؟ بتساوي فرق الريديوس بتاع الروتور عن الريديوس بتاع الايه الكام رينج.
طيب لما اكون عايز احسب الفوليومتريك ديسبليسمنت يبقى انا عايز احسب المساحة اللي هي بين الاتنين اللي هي المساحة دي. طب احسبها ازاي؟ ما هي المساحة دي قبل ما يحصل اكسنتريسيتي، يعني لو انا خليت الاتنين اكس واحد كان المفروض انها هتساوي ايه؟ هتساوي المساحة الداخلية مطروحة من المساحة الخارجية في الثيكنس اللي هو العمودي على الورقة. طيب بعد حدوث الاكسنتريسيتي هي نفس الايه، نفس الحجم مش هيتغير. طيب انا هحسبه ازاي بقى؟ زي ما قلت دلوقتي، اذا اعتبرت ان الديامتر بتاع الكام رينج اللي هي الكبيرة دي اللي هو من هنا لهنا هسميها دي سي، الديامتر بتاع الروتور اللي هو من هنا لهنا هسميه دي ار، الويدث بتاع الروتور اللي هو عمودي على الورقة هسميه ال، الاكسنتريسيتي الماكسيمم، الماكسيمم اللي هي في أقصى نقطة الاكسنتريسيتي ديت هسميها اي ماكسيمم. تمام. طيب يبقى الفوليومتريك ديسبليسمنت هسميه في دي، احسبه ازاي؟ طبعا الفوليومتريك ديسبليسمنت بيتغير طبعا ل الاكسنتريسيتي، انت حاطط اكسنتريسيتي قد ايه، فاحنا هنعتبر ان انا واخد اقصى اكسنتريسيتي، يعني انا حادف الروتور ده ولزقه في الكام رينج، فانا عندي هنا ماكسيمم اكسنتريسيتي اللي هي اللي قدامي دي. يبقى انا هحسب ازاي الفوليومتريك ديسبليسمنت في الحالة دي؟ هحسبه من زي ما قلت لك المساحة الخارجية ناقص المساحة الداخلية مضروب في ال ال، اهو ادي المساحة الخارجية يعني باي على 4 دي سي سكوير ناقص المساحة الداخلية هي باي على 4 ناقص دي في دي ار سكوير، المساحتين دول هضرب دول كده انا جبت فرق ايه مساحات، اضربه في ال ال اللي هو البعد العمودي على الورقه يديني الفوليوم، حاجه بسيطه خالص. طب ما انا هنا عندي فرق مربعين، فرق المربعين ده انا اقدر اقول عليه افكه لدي سي زائد دي ار في دي سي ناقص دي ار. طيب الدي سي ناقص دي ار دي انا عندي هنا الدي سي ناقص دي ار ديت اقدر اشيلها واحط مكانها اتنين في الاكسنتريستي، خلي بالك ان الاكسنتريسيتي احنا لسه قايلين عليها هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق ما بين الراديوس، راديوس وليس دايمتر، راديوس بتاع الكام رينج ناقص الراديوس بتاع الروتور دي اللي هي ايه؟ يبقى معنى كده انه فرق الدايمتر هو 2 الاكسنتريسيتي، يبقى 2 ايه؟ يبقى انا لو عملت سمبليفيكيشن شلت الاثنين هنا والاربعه هنا تبقى 2، يبقى باي على 2 في دي سي زائد دي ار في الاكسنتريستي في المنفى. خلي بالك انا قلت لك هنا على ماكسيمم اكسنتريستي، ده معناه ايه؟ معناه ان الاكسنتريستي ديت ممكن اتحكم فيها، وده فعلا بيتم في بعض البامبس اللي احنا بنسميها variable displacement pump، variable displacement pump. ال variable displacement pump فكرتها عاملة ازاي؟ الأصل في الموضوع إن الروتور اللي هو الداخلي ده مع الكام رينج اللي هي الخارجية الاتنين على أكس واحد، الاتنين على نفس السنتر، لما يكونوا الاتنين على نفس السنتر يبقى الإكسنتريسيتي بكام؟ بصفر، مفيش إكسنتريسيتي. يعني معناه إيه؟ معناه إنه طالما هنا إيه بصفر يبقى الفوليوم هيبقى بكام؟ بزيرو. طيب يبقى الفكرة جت منين بقى؟ من هنا، انه انا لو حطيت هنا سكرو يظبط الاكسنتريستي بحيث انه يقلل المسافة اللي ما بين الروتور وما بين الكام رينج، هيقعد ايه يظبطها يقلل يقلل الاكسنتريستي دي، لما تتغير هيبتدي يبقى لها هنا قيمة وهيبتدي الفوليوم ايه يزيد لغاية ما يحصل انه السطح ده والسطح ده يبقوا كونتاكت مع بعض، هنا بقى تبقى ماكسيمم اكسنتريستي اللي هي دي. التحكم في الفاريبل ديسبليسمنت بامب بيتحدد بطريقتين، يا اما سكرو زي ما انت شايف كده سكرو
بتبقى بكره كده، وواحد يقعد يلف فيها فيبتدي ايه يغير الاكسنتريستي، او انه بيبقى بريشر كومبنسيتد، يعني بياخد بايلوت من الاوتلت ويبتدي يسلطه على منطقه معينه في الكيسنج الخارجي، يزق بيه الكيسنج الداخلي اللي هي الكامرينج، فيبتدي يعمل ادجستمنت للايه الاكسنتريسيتي، وبالتالي للفوليومتريك ديسبليسمنت. طبعا الفوليومتريك ديسبليسمنت القانون بتاعه لو الاكسنتريسيتي ما هياش ماكسيمم هو نفس القانون، بس انت هتحط الايه القيمه بتاعه الاي اللي هيعطيها لك، فهي ما فيش هنا اي فرق في الحساب. يعني انا اوري لك دلوقتي نموذج للادجستمنت بتاع الكام رينج، اهي دي مضخة حقيقية من النوع الادجستابل، هي بريشر كومبنسيتد. لو تلاحظ هنا الناحية دي، ادي الروتور اهو الاول اللي هو ده، وحواليه الكام رينج اهي. لاحظ هنا ان الكام رينج ما هياش حتة واحدة مع الايه مع الهاوسنج ده منفصل عن الكام رينج. الكام رينج ديت متثبتة في وضعها الحالي ازاي؟ في مسمار من فوق اهو ومسمار من الجنب اهو، علشان بس كأنهم بيسندوها، يعني ده كده ايه فور ادجاستنج. الناحية التانية بقى هي اللي بيتحكم من خلالها في الاكسنتريستي. بص كده تلاقي في هنا ياي اهو اللي هو الزنبورك ده، وادي مسمار بألووز، المسمار ده له مكبس هنا بيزق الياي يقوم يجيب ال يزق الكام رينج المسافة اللي هو عايزها. هو ممكن يهوي شوية المسمار ده فيزق، فده ايه يرجع لورا. طب لما يرجع لورا المسافة اللي ما بين الروتور وما بين الروتور دوت على أكس ثابت ما بيتحركش، دي هي اللي هتتحرك للناحية دي شوية. طب هو هيحافظ على حركتها الناحية دي ازاي، على وضعها الناحية دي ازاي؟ عن طريق الفورس اللي جاية من القطعة ديت، وبيبتدي يربط المسمار ده ويربط المسمار ده شوية بحيث انه يحافظ على مكانها، ما يبقاش لوز، ما تقعدش تلق في مكانها كده. اهو واضح هنا ناحية الكلام ده، ادي الزنبرك وادي الناحية التانية، ده مسمار التثبيت وفوق وفي الجنب. طبعا ده الانلت وده الايه الاوتلت، وواضح هنا انه المائع بيخش كده والروتور بيلف ياخد المائع معاه ويطرده فين، في الناحية التانية. وهنا في فاصل اهو، هنا ده فاصل ما بين الهاي بريشر والايه واللو بريشر. طبعا لو المسافة بتاعت الاكسنتريسيتي قلت هيبتدي الفلو او الفلويد اللي هنا الهاي بريشر يبتدي جزء منه يرجع للايه للانلت ويلف معاه ويكمل. فده هو هنا بيتحكم في ايه بقى، بيتحكم في الفلو ريت. ما احنا بنقول ان هي فاريبل ديسبليسمنت فان بام، فاريبل ديسبليسمنت يعني كمية المائع اللي خارجة ممكن اتحكم فيها، اقللها ازودها زي ما انا عاوز. ازودها ازاي؟ ممكن اوصلها للصفر لو خليت الاكسنتريستي بصفر، وكده المائع اللي داخل هيقعد ايه هيلف تاني ويرجع، مش هيروح على الاوتلت، لانه على ما يروح للاوتلت هو على طول هيجي لافف وراجع تاني، لانه اصبح المسافة متساوية. يبقى هنا الفلو ريت بكام؟ بزيرو. هنتفرج مع بعض على نوع من الـ variable displacement van pump اللي هو compensating pressure van pump. الـ compensating pressure van pump زي ما انت شايف كده هي مكونة من الروتور اللي الداخلي ده ومن الكام رينج الخارجية دي، وزي ما هي برضو في الناحية دي في compensator spring. الحقيقة الـ compensator spring دايما محافظ على الـ كام رينج كونتاكت مع الروتور، ومخلي الاكسنتريسيتي ماكسيمم فاليو. طيب في بعض الاحيان الضغط بيزيد قوي
داخل المواسير، ده اللي هي بقصد طبعا مواسير الاوتلت. يعني احنا عندنا الانلت المائع يخش في الانلت ضغط منخفض ويخرج من الاوتلت ضغط مرتفع. التحكم في الضغط المرتفع ده، افرض ان انا الضغط، طبعا احنا اخدنا انه في البوزيتيف ديسبليسمنت بامبس، كل ما الفلو ريت بيزيد كل ما الضغط بيزيد معاه لينير. طيب افرض الضغط بيلد ان زاد وانا عاوز اتحكم فيه، فهعمل ايه؟ لازم اقلل الفلو. بدل ما اقلل الفلو يدوي بستخدم هنا البريشر كومبنسيتنج فان بامب. البريشر كومبنسيتنج هنا بعمل ايه بقى؟ باخد فرع كده من الاوتلت واوديه على بيستون وسيلندر. ادي السيلندر اهي وادي البيستون بتاعه، فالاوتلت بريشر هيجي هنا هيدخل يزق البيستون ده، البيستون ده كونتاكت مع الكام رينج، فهيبتدي يحركها في هذا الاتجاه. يعني ايه؟ يعني هيقلل الاكسنتريسيتي اللي هي الماكسيموم دي، فكل ما البريشر كان زيادة هيبتدي يزق ده ايه زيادة. لغاية امتى؟ لغاية ما يخلي الاكسنتريسيتي بصفر. طبعا هو بيزق الناحية دي وهو متزن الناحية التانية مع بالايه بالسبرينج. لو كان الفورس اللي الناحية دي بتساوي الفورس الاكزيرتد من الكومبنسيتور سبرينج ده، يبقى ده الاكسنتريسيتي هتوصل لكام؟ لصفر. وبكده الفورس هتبقى اسف الفوليومتريك ديسبليسمنت هيبقى بكام؟ بزيرو. يعني معناها ان انا بقلل الفلو ريت تبعا لقيمه البريشر اللي الزايد عندي. كل ما زاد البريشر كل ما هيزق الناحيه دي كده يقوم يقلل الفلو ريت بالقيمه اللي تظبطه بقى انه الخط ما ينفجرش. ده اللي هو البريشر كومبنسيتنج فان بامب. طيب احنا هنشوف دلوقتي كيرف علاقة ما بين البريشر وما بين الفوليوم فلوريت او اللي هي الفوليومتريك ديسبليسمنت. العلاقة دي بتبين الآتي، بتبين انه عند الاي ماكسيمم نتيجة ل انه فيه فوليومتريك ديسبليسمنت مستمرة، فالمائع هيبتدي ضغطه يرتفع باستمرار، هيفضل يرتفع لغاية ما يوصل لنقطة الضغط بتاع المائع هيبقى خطر. عند الضغط ده ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يرجع يتفتح صمام يرجع المائع من ضغط من الخارج الاوتلت ويمشي في الفرع بتاع البايلوت اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت اهو، اللي هو هيخش على السلندر بتاعت الكومبنسيتور ويضغط على البيستون. الكلام ده يحصل امتى؟ عند ما يوصل الضغط لقيمة بتساوي ايه؟ بتساوي البريشر او الفورس اكزرتد من السبرينج اللي هو اللي احنا مسميينه كومبنسيتور سبرينج اللي هو ده. لما البريشر اللي هنا يولد فورس بتساوي الفورس الناتجة من الاستيفنس بتاع الكومبنسيتور سبرينج، في الحالة دي هيبتدي الكام رينج دي تتحرك. طيب الضغط في الحالة دي بنسميه ايه؟ اللي بنسميه cut off pressure. cut off pressure، وفي الحالة دي ده الماكسيمم فاليو اللي هيحصل عندها انه يبتدي الكومبنسيتور يشتغل. طيب لو زاد الضغط عن كده ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي بقى هيبتدي البريشر لما يزيد عن هنا يبقى هو رايح في انهي اتجاه؟ في اتجاه انه الاكسنتريستي لازم تقل، هتقل بقى، يبقى اذا هيبتدي الكومبنسيتور يشتغل ويحرك الكام رينج والاكسنتريستي تبتدي تقل. هنا ماكسيمم وهنا خلي بالك الاكسنتريستي بصفر، الاكسنتريستي بصفر يعني مفيش فلو، يعني الكيو بكام؟ بزيرو.
اول ما تبتدي الكامرنج تتحرك يعني الضغط يزيد عن، بص هنا بقى البريشر هنا كات اوف، لما تتحرك الاكسنتريستي في الناحيه دي يعني تقل، الضغط بتاع المائع ماله في حاله زياده. يعني ايه؟ يعني انا كل ما بضخ كميه بتتحول لضغط عالي تقوم تقلل لي الاكسنتريستي اكتر وتقللها اكتر لغايه ما يحصل ايه بقى؟ لغايه ما الاكسنتريستي تبقى بصفر. اول ما توصل الاكسنتريستي لصفر دي بنسميها ديد هيد بريشر. يبقى بتلاقي هنا الاكسنتريستي بقت بصفر، يبقى معناها ان الضغط بقى ماكسيمم خالص، وانا ما مش هيت الخط مش هيتحمل ضغط زياده عن كده، عشان كده بنسميه ديد هيد بريشر. وفي الحاله ديت الفلوريت هتبقى بصفر. لما تبقى الفلوريت بصفر ايه اللي هيحصل؟ مش هيكون فيه اوتلت، يعني كانه المائع هيقعد يلف جوه المضخه كانك بتقلب اي حاجه. وفي الحاله دي اللي بيحصل الحقيقه انه مفيش ويست خالص في الانرجي تقريبا، يعني هنا بيقولك no power is wasted والفلويد هيتنج از ريديوسد. يعني هو طبعا لابد هيكون في ويست ولو ضعيف، لانه كانك عمال تقلب كوبايه شاي، فالطاقه لا تفنى ولا تستحدث، انت بتدي للبامب ديت طاقه فلابد تظهر في صوره حاجه تانية. طبعا في الحاله دي هي هتظهر في صوره حاجتين، اللي هو انه صوره طاقه حركه ان المائع بيتحرك بيلف، وصورة تانية هو احتكاك، والاحتكاك هيولد لي كمية من الحرارة لكن ما هياش قد الكمية اللي كانت بتتولد قبل كده، ولذلك هو بيقولك reduced مش vanished. نخلي بالنا بقى انه في انواع البامب اللي اتكلمنا عنها، زي مثلا الجير بامب اللي هي الاكسترنال جير بامب، وزي الفان بامب ديت، في حاجة مش حلوه بتحصل، اللي هي ايه؟ اللي هي انه فرق الضغط ما بين الانلت وما بين الاوتلت هو فرق عالي، فالضغط العالي من الناحيه دي بيسبب سايد فورسز على العواميد. السايد فورس دي بتعمل ايه؟ بتخلي السنوم بتاعه الجير تبتدي تنحر في الكيسنج. النحر ده مع الوقت بيزيد وبيسبب لي تهريب للمائع، ان المائع بيهرب من الضغط العالي للضغط المنخفض، والفوليومتريك افشنسي بتقل، وبالتالي الاوفر اول افشنسي بتقل. طب علاجه ايه؟ طبعا الكلام ده بيحصل برضو مع الفان بامب، لانه الفان بامب الضغط عالي الناحيه دي وهنا ضغط منخفض، فهيسبب سايد فورس على الايه؟ على العمود، ويسبب لي برضو تآكل في الايه؟ في الجدار بتاع الكام رينج من الداخل. ده نتيجة للأمبالانسد هيدروليك أمبالانسد فورس. طب علاجه إيه؟ هنتكلم عنه حالا. علشان نعالج المشكلة ديت اللي هي السايد فورس، اللي كان هناك بقى حل وحيد هو الوصول لتصميم جديد للمضخة. التصميم ده يتيح إنه يبقى في balanced forces على السايدز بتاعة العمود، وده مش هيتكون غير بعمل two intake و two outlets. two intake هيضمن لي انه في suction من ناحية و opposite لي من الناحية التانية suction بنفس القيمة، وكذلك هيبقى عندي two outlets هيضمن لي high pressure في ناحية و opposite high pressure في ناحية المقابلة تماما منها، وبحيث انه يكون الروتور السنتر بتاعه هو نفسه السنتر بتاع الكام رينج. بس الكام رينج في الحالة ديت هتبقى اوفال او elliptic housing. الاوفال housing ده هيضمن لي وجود فرق في المساحة بيتزايد وبيقل، بيتزايد عند دخول المائع
وبيقل عند الخروج زي ما هنشوف دلوقتي. المحصلة في النهاية انه هيكون عندي بالانسد فورس، فمش هيكون فيه المشاكل بتاعت الويرينج والحاجات اللي بتدمر المضخة. لكن فيها عيب الحياة البالانسد فان بامب ديت، انه مش هقدر اتحكم في الاكسنتريسيتي، يعني مش هتبقى variable displacement unit، هتبقى fixed displacement pump. لو نبص على التصميم بتاعها هتلاقي ادي الروتر اهو اللي هو الرمادي ده، وطبعا الفانز هي اللي انت شايفها دي، والهاوسنج بتاع الكامبرينج لو تلاحظ كده هو شكله اوفال اهو اوفال. هنا انا قصدت احط لك الصوره دي، الصوره دي مش موجوده في المذكره معاك. اللون الاخضر ده بيمثل الانلت، طبعا الانلت لما تلاحظ كده تلاقي الاتنين قصاد بعض بالظبط، ده هيولد لي ساكشن الناحيه دي قد اللي هنا بالظبط، فهتبقى بالانس. وتلاحظ انه عند الانلت ادي الهاوسنج اهو، او اللي هي الكامبرينج، وادي الروتور. فلما الروتور بيلف، شايف اتجاه الروتيشن فين؟ الروتور بيلف في الاتجاه ده، فاذا المائع بيخش في مساحه ضيقه وتوسع مع الدوران. الناحيه دي اهو المسافه او المساحه بتكبر نتيجه لانه الشكل اوفال، الشكل بتاع الكام رينج اوفال. هنا كمان لو تبص هنا الروتيشن الناحيه دي، فالمائع داخل برضو في اتجاه الايه؟ زياده المساحه، وده اللي بيضمن لي ان الضغط رايح في الزياده. نيجي بقى عند الايه؟ الاوتلت. عند الاوتلت اللي هو الاحمر ده هتلاقي المائع وصل هنا من الواسع اهو ورايح ناحيه المسافه الضيقه، فمش هيلاقي مهرب انه يخرج ما بين الكام رينج وما بين الروتور، امال يروح فين؟ يروح في الايه؟ الاوتلت اللي هو اقل مقاومه. طبعا الكلام ده الناحيه دي، وكمان الناحيه الثانيه اهو، ادي العمود بيلف الناحيه دي في الاتجاه ده، وهنا ادي الاوتلت رايح ناحيه انخفاض او ان المساحه ما بين الروتر وما بين الكام رينج بتقل. ده ببساطه فكره عمل البالانسد فان بامب. دي الصوره اللي عندك في الكتاب، وهي بتحكي نفس اللي احنا بنقوله، لكن اتجاه الدوران عكس، وهنا طبعا في بعض التفاصيل مش باينه قوي. انت اختار الصوره اللي تريحك، وانا عايزك تشرح بس بايه؟ بتوضيح كويس. هنتنقل بعد كده على البيستون بامب، واللي هو اخر نوع من انواع البامبس اللي احنا هندرسها. طبعا البيستون بامب دي من ايام يعني اجدادنا كلهم كان بيستخدموها في رفع الميه، اللي هي الطرمبه العاديه، مصه كبسه، وهي عباره عن مكبس واسطوانه زي ما انت شايف كده. والمكبس والاسطوانه دول ممكن يبقى وان اكتنج بيستون وممكن يبقى دبل اكتنج بيستون. الوان اكتنج بيستون طبعا هنا وهو المكبس وهو طالع لفوق هتلاقي بيحصل هنا ساكشن، يعني الضغط هيقل، فهيسبب انه الصمام اللي هنا ده يطلع لفوق، والصمام اللي هنا ده هيبتدي ينزل لتحت ويقفل. ده لما يطلع يتفتح، وده لما ينزل هيقفل. طب لما ده يطلع اصبحت الغرفة دي ساكشن، يعني ضغط شفط، فيبتدي المائع يتحرك لفوق ويملى الايه؟ الغرفة دي. الكلام ده كله اثناء الشوط بتاع المكبس لأعلى. طب لو المكبس نزل لتحت ايه اللي هيحصل؟ الصمام ده يبتدي يقفل، والصمام ده هيبتدي يفتح، وهيبقى الضغط هنا كبير بحيث انه هيبتدي المائع يتحرك للخارج. ده وان سايد او ده وان اكتنج بيستون او سنجل اكتنج بيستون. ممكن يبقى دبل اكتنج بيستون زي اللي قدامي هنا، اللي قدامي هنا دوت المكبس وهو طالع لفوق هتلاقي الصمامين ده وده بيفتحوا، فأثناء ما هما بيفتحوا هو المائع بيبقى فوقه وتحته الحقيقة.
والنوع ده من المضخات غالبا بيبقى تحت المية، يعني هو بيشتغل وهو غاطس في المية، وبالتالي المية فوقه وتحته. هو كل اللي بيحصل انه لما بفعل الصمامات لما ده يفتح وده يفتح، يبقى المية هتخش هنا تملى المنطقة ديت، والمية من هنا هتخرج وايه وتطلع على الاوتل في نفس الوقت ده اللي هيكون الصمامين ده وده مقفولين. طب وهو نازل ايه اللي هيحصل؟ هيتعكس الحركة، الصمامين دول هيتقفلوا والصمامين دول هيتفتحوا. طب لما ده وده يتفتح ايه اللي هيحصل؟ وهو نازل المية اللي كانت محبوسة هنا بقى هتبتدي ايه تخرج لبره، والمية اللي كانت هنا في الحتة ديت محبوسة هتبتدي بقى ايه النتيجة، لانه ده نزل هيعمل لي هنا شفط، هيعمل لي هنا ساكشن بريشر، يبتدي يسحب المية من الناحية دي وايه ويدخلها فوق الباك بس، ويفضل طالع نازل طالع نازل. هنا ده كله شوط او ده اللاين بتاع الاوتلت وده اللاين بتاع الانلت. لو تلاحظ كده ده نموذج لمضخة مكبس اللي هو سنجل اكتنج بيستون، زي ما انت شايف كده الشوط اللي هو رايح فيه في صمام بيفتح والتاني بيقفل، والشوط العكسي بيحصل العكس انه اللي كان فاتح بيقفل واللي قافل بيفتح. لما نبص على نموذج تاني ادي واحد تاني اهوت، طبعا واضح انه الاتنين سنجل اكتنج. في نوع تاني من البيستون بامب، يعني احنا هو طبعا بيستون لكن احنا بنسميه بلانجر. الفرق ما بين البلانجر وما بين البيستون هو اللي انت شايفه ده، ان البلانجر بيبقى عمود، عمود كل البيستون هو عمود بكليرنس يعني معقول ما بينه وما بين الاسطوانة، وبيبتدي يتحرك جيئة وذهابا برضو. ولكن البلانجر بامب يعني الفرق بينها وبين البيستون بامب بتستخدم في الهاي ديوتي او الهيفي ديوتي اكشنز. يعني عندنا هنا مثلا زي ما انت شايف كده دي مكنة من بتاعة اللي هو حقن البلاستيك مثلا، فاللي انت شايفه الاحمر ده اللي هو عجينة البلاستيك، وادي البلانجر اللي هو ده بيبتدي يضخ الايه العجينة ديت في الاتجاهين دول علشان يحصل لها ايه تتكبس، وبالتالي لانه هاي ديوتي او هيفي ديوتي فبيبقى عايز باور عالي وبيبقى فيه فريكشن كبير قوي وبيتولد حرارة، فمحتاج دايما عملية تزييت. فتلاقي هنا سبلاش لوبريكيشن، يعني ده حمام زيت دايما الترس بتاع الدوران شغال فيه. الحقيقة ان احنا مش هندرس البيستون بامب العادية اللي انت تعرفها ديت، احنا طبعا لانه الفكرة بتاعتها بسيطة جدا احنا على طول نخش في الموضوع ونتعلم نوعين تانيين من البامبس. ايه هما من البيستون بامب؟ احنا عندنا البيستون بامب علشان تطلع فلو كونسيستنت على قدر المستطاع، احنا مش عايزين البلسيشن في الفوليومتريك displacement ده، يعني انا بيهمني وانا مهندس انه يطلع volumetric displacement لكن يكون بصفة مستمرة، حتة انه يبقى في كمية بتطلع وبعدين بعض الوقت يقف وبعدين كمية تانية تطلع وهكذا، دي مش مطلوبة، احنا عايزين continuous action. طب ال continuous flow ده اجيبه منين؟ فبنستخدم نوعين من البيستون بامبس، حاجة اسمها اكسيال بيستون بامب وحاجة اسمها راديال بيستون بامب. الاكسيال بيستون بامب يعني البيستونز، انا عندي هنا بقى مالتي بيستون مش بيستون واحد، عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وممكن يبقى في اكتر من كده كمان، دول بيشتغلوا على اكس. الاكس ده ممكن يبقى بنت زي ما انت شايف كده، يعني متني شكله متني كده بنسميه بنت اكس بامب، او ان لاين يعني يبقى كله على ايه على لاين واحد. طب يبقى كله على لاين واحد
هاخد منه حركة للبيستون ازاي؟ بالتصميم بتاع الايه الجزء ده اللي هو شبه الفلانشة، هو حاجة كده شبه الفلانشة، هوريه لك صورته حالا. طب الريديال بيستون بامب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن برضو روتور داخلي كده. الروتور ده بيشتغل زي الكامة، هو في اكسنتريسيتي ما بين السنتر بتاعه وما بين الهاوسنج الخارجي ده. ده روتور بيلف واللي بره ده ثابت، نتيجه لانه في اكسنتريسيتي المكابس هي اللي انت شايفها ديت واخده بالظبط شكل الفانز، يعني او هي زي الفانز في الفان بامب، لكن هنا هي مش فان، هي بيستونز. فالبيستونز ديت بتتحرك بفعل زنبرك في هنا اللي هو السوسته اللي انت شايفها دي. لما الاكسنتريستي بتقل المكبس يخش لجوه ويعمل عمليه الطرد، لما يبقى الاكسنتريستي عاليه او واسعه المائع يدخل في المسافه ديت ويملاها وتبقى دي عمليه الايه السحب. فهتلاقي كل المكابس كل البيستونز ديت موصله ب انلت واحد وباوتلت واحد، ممكن يبقوا اتنين انلت او اتنين اوتلت واتنين اوتلت، يعني ممكن يبقى واحد واحد او اتنين واتنين. الغرض ان كلهم موصلين بنفس الانلت وبنفس الايه الاوتلت. ده الفرق ما بين الراديال بيستون بامب والاكسيال بيستون بامب. عاوزين نشوف دلوقتي فكرة عمل الاكسيال بيستون بامب. احنا عندنا نوعين زي ما قلنا، في اللي هو البنت اكسس والان لاين اكسس او الان لاين بيستون بامب. الان لاين بيستون بامب بنسميها في بعض الاحيان سواش بليت بامب، يعني دي ما تنساهاش، لازم تبقى عارف التسمية في السوق عاملة ايه. دي اسمها سواش بامب او ان لاين بيستون بامب، دي اسمها بنت من لانها متنية كده فاسمها ايه بنت اكسس بامب. طيب ايه فكرة عمل السواش بليت بامب او الان لاين بيستون بامب؟ خلينا نبص على الصورة دي الاول نشوف المكونات كده. ده اكس الاكس بتاعها، وده اللي هو اللي بنسميه سواش بليت. السواش بليت ده ملحوم او هو حتة واحدة على الاكس ده، وبالتالي لما الاكس يلف ده بيلف وهو مايل بوضعه ده، فلما بيلف بالشكل دوت هو متثبت عليه زي ما انت شايف كده. في هنا بول جوينت، البول جوينت ديت متوصلة بالبيستون ده اللي انت شايفه ده، ادي بيستون وادي بيستون، هو طبعا مش اتنين بيستون، هو عدد من البيستونز زي ما انت شايف هنا. فانا هبقى اما ابص هنا الاقي ده بيستون وده بيستون ودي سواش بليت وده الاكس او العمود ودي اسمها البيستون بلوك. ايه هو البيستون بلوك؟ اللي هو مليان سيلندرز. البيستون ده بيتحرك رايح جاي كده جوه ايه، جوه سيلندر. فالسيلندرز ديت محفوره في ايه، في اللي هو البلوك ده اللي احنا بنسميه بيستون بلوك. خط الدخل والخرج بيبقى اللي هو ده الدخل الاخضر ده اللي هو الايه الخارج. طب عشان انا ابتدي افكر هو بتشتغل ازاي السواش بليت بامب ديت، طبعا هنا حركه العمود دي هتبتدي تاخد البليت ده ويلف معاه، فهيخلي المسافه ما بين طرف السواش بليت وما بين اي نقطة هنا على، يعني خد هنا مثلا محور كده او سيكشن، المسافة ديت اثناء دوران العمود هتبتدي تتغير، هيبتدي النقطة ديت المسافة دي تقل وتزيد، او اللي احنا هنترجمها على طول اللي هو الهيد بتاع المكبس، لانه المكبس ده مربوط بالبول جوينت ديت مع السواش بليت، هيبتدي المسافة ما بين الهيد بتاعه وما بين الانلت
تبتدي تتغير، هتبتدي تزيد وتقل. تزيد يبقى معناها انه هيحصل سحب للمائع، وبعدين تقل يبقى معناها انه ده الشوط بتاع الايه، بتاع الطرد. طب تعال نبص كده ايه اللي هيحصل هنا. ده الشافت اهو، وده السواش بليت اللي عليه مجموعة من البول جوينت، كل جوينت منها متوصلة ببيستون. تمام، هو موريني هنا المائع في حالة السحب شكله ايه، وفي حالة ما وصل للماكسيمم فاليو اللي هو الماكسيمم فوليوم اللي اتسحب قد ايه، وبعد كده هيبتدي في شوط الطرد. هنا العمود بيلف في هذا الاتجاه زي ما انت شايف كده، بيلف في هذا الاتجاه، يعني هيلف كده. طيب لما يلف كده ايه اللي هيحصل هنا؟ ده في نص شوط السحب، يعني البيستون اللي انت شايفه هنا ده، البيستون ده في نص شوط السحب، هو عمال دلوقتي ايه اللي بيحصل، هو بيسحب. لما العمود ده بيلف كده، المسافة ما بين الهيد بتاع المكبس وما بين الانلت بيحصل لها ايه، بتكبر بتوسع، يبقى معناها انه لسه لازال في شوط الايه، السحب. اما اول ما يوصل المسافة دي للماكسيمم، هنا بقى يبتدي ايه، يقف، مش هيبقى فيه سحب خلاص. طيب ويتنقل بعد كده لشوط الايه، الطرد. شوط الطرد يبتدي امتى؟ عند البوزيشن ده، لانه هنا خلاص بطل السحب بتاعه. اول ما يتنقل هنا يبتدي يطرد، المكبس ده هيغير اتجاهه ويمشي في هنا، فالمسافة دي هتبتدي تقل، كل ما تقل كل ما الطرد ايه، شغال. وبعدين يبتدي ايه، يتحرك ويروح تاني على السحب وهكذا. طب هو السحب والطرد بيتموا من خلال ايه؟ بيتموا من خلال البليت اللي انت شايفه ده، اللي هي البليت ده. البليت ده لو تلاحظ كده هتلاقي فيه هنا فتحة اهي، وفتحة تانية اهي. الفتحتين دول واحدة انلت وواحدة اوتلت، والبليت ده ما بيلفش، ده ثابت، ثابت اللي هو البليت اللي انت شايفه هنا ده، ده ثابت. كل اللي بيحصل انه فتحة المكبس لما تقابل فتحة الانلت هتفضل عمالة تسحب 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 تسحب. وبعدين اول ما يحصل انه وصلت للماكسيمم فاليو، المسافة دي ماكسيمم فاليو، هيكون المكبس في الوضع هنا عند المنطقة دي، او عند المنطقة ديت، عند المنطقة ديت عشان يحول من سحب لايه، لطرد. طيب هو هيبتدي يطرد، هيفضل يطرد 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 لغاية ما يوصل لأقل مسافة ما بين المكبس وما بين الأوتلت. طيب أول ما يوصل هنا ده أقل مسافة، يبقى هيخش في أنهي منطقة؟ في المنطقة دي، يتحول بعدها للإيه؟ للسحب مرة تانية، يبقى هيتنقل على الإنلت تاني. طيب اللي بيحصل هنا في الان لاين بيستون بامب او السواش بليت بامب هو هو اللي بيحصل في البنت اكسس بامب. وواضح هنا طبعا الايه، الفتحات بتاعه الانلت والاوتلت للبلوك اللي احنا بنسميه ايه، بنسميه بيستون بلوك. البيستون بلوك ده اللي هو اللي قدامك ده، دي فتحه اهي، ادي فتحه بتاعه الايه، الانلت، وادي فتحه بتاعه الاوتلت. طبعا اللي جنبها دول باللي بقيه الايه، البيستونز، كل بيستون عنده الفتحه ديت، اللي هي لما يصادف ان هي الفتحه دي بتقابل الفتحه دي يبقى انلت، لما تصادف انها تقابل الفتحه الثانيه تبقى اوتلت. وهم طبعا عاملين تايمنج للدوران بتاع المكبس، بحيث المسافه ما بين المكبس وما بين فتحه الدخول او الخروج تبقى معرفاه ان ده الاوتلت في اللحظه الفلانيه، ده الانلت في اللحظه الفلانيه. لما نيجي نبص على الاكسيال بيستون بامب تركيبها، او البنت اكسيال اكسس بامب تركيبها عامل ازاي، انت ببساطه كده ممكن ترسم لي رسمه بسيطه زي دي، وتحط لي عليها الايه، البيانات بتاعتها. طبعا واضح هنا انه دي انلت بورت، اوتلت بورت، البيستونز قدامي اهي، وده البيستون بلوك. في حالة السواش بليت دي اسمها سواش بليت، هنا في حالة البنت اكسس بامب اسمها ثراست بليت، ثراست بليت.
ودايما تبقى عارف انه الجوينت ما بين الثراست بليت وما بين البيستون بلوك حاجة اسمها يونيفرسال جوينت، حاجة شبه دي كده، شبه دي، هي مش اللي قدامك دي، لكن هي حاجة نفس الايه التصميم. هنوقف الشرح لغاية هنا، وإن شاء الله المرة اللي جاية هنتعلم إزاي نحسب الفوليومتريك ديسبليسمنت للأكسيال بيستون بامب بالنوعين، البند أكسس بامب أو السواش، وإن شاء الله المرة برضو اللي جاية هنحسب فيها الفوليومتريك ديسبليسمنت للراديال بيستون بامب. وهناخد الفوليومتريك افيشنسي ازاي نحسبها، وان شاء الله نبتدي في الفالفز. السلام عليكم.